التعليمات المولوية السامية والرامية لفك العزلة على العالم القروي وتمكين الساكنة على مستوى الجماعة الترابية من مادة الماء الصالح للشرب. يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار شراكة مع الجماعات المحلية ومع السكان المستفيدين المنتمين للتراب هذه الجماعات الترابية بتنفيذ مشروع مهيكل يخص تعميم التزويد على مستوى الجماعات المكونة للنسيج إقليم آسفي، ويتعلق الأمر بإطار الشطر الثاني من طرف البنك العالمي. إنجاز مشروع مهيكل مهم يرمي إلى تزويد الساكنة انطلاقا من المياه السطحية عبر إنجاز محطة المعالجة بسبت المعارف وإنجاز قناة الجر على طول 142 كيلومتر من سبت المعارف إلى مداخل سبت بزولة، مرورا بجميع الجماعات المكونة النسيج الترابي لدائرة عبدة ودائرة بزولة أيضا. الخصائص التقنية للمشروع تتمثل في إنجاز ما يناهز 900 سقاية بجميع الدواوير المنتمية لهذه الجماعات، ونخص بالذكر جماعة القرعاني، الحضار، البخاتي، أيضا المصابيح، الشهداء، دار سي عيسى، سيدي عيسى، مول البرقي، سي تي جي، أيضا خط زكان، دون أن ننسى أيضا بأن هذه قناة الجر التي سيجلب بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء من محطة المعالجة بسبب المعارف حتى حدود سبت بزولة. الغاية من الوصول إلى سبت بزولة وهو تزويد أيضا جماعات النقة والعمامرة والمراسلة بالماء الصالح للشرب وفك أيضا العزلة على هذه الجماعات وتمكين جميع الدواوير المكونة لنسيج الجماعة الترابية وتمكينه من مادة الماء الشرب. كما قلت أن المشروع في إطاره التقني يتمثل في إنجاز ما يناهز 1100 كيلومتر من قنوات التوزيع و 142 كيلومتر من قنوات الجر، إنجاز أيضا ما يناهز 15 خزان مدفون ونصف مدفون وأرضي، وإنجاز ما يناهز 16 محطة ديال الرفع على امتداد البخاتي حتى دخول تراب الجماعة ديال بزولة. طبيعة الحال الشطر الأول انطلاق، فيما يخص الشطر الأول تقريبا ما يناهز 65 سقاية تشتغل حاليا، والمكتب بالصدد يعني إنجاز ما يناهز 100 سقاية أيضا الاشتغال فيها حاليا في إطار تنسيق مع السلطة المحلية ومع الجماعات المعنية من أجل إن شاء الله باش ننشروا تزويد هذه الدواوير المئة في أقرب الأجل. الشطر الثاني ونحن متواجدون على مشارف جمعة سحيم يتعلق الأمر بالبدء في عملية غسل وتنظيف ما يناهز 12 كيلومتر من القنوات حتى مداخل جمعة سحيم، وطبيعة الحال من جمعة سحيم أيضا تعلق الأمر بتمديد التيار الكهربائي اللي انتهينا من الأشغال ديالو، بحول الله سنعمل على مد التيار الكهربائي لمحطة جمعة سحيم. وانطلاقا من محطة جمعة سحيم سنقوم أيضا بمباشرة عملية غسل وإطلاق السقايات العمومية فيما يخص تقريبا 80 دوار تابعة لجماعات الشهداء وجماعات سيدي عيسى ودار سي عيسى. طبيعة الحال المد والتيار الكهربائي على مستوى جماعة المنشآت التي أنجزها المكتب على صعيد الترابي لبلدية جمعة سحيم ستمكننا من 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 غسل القنوات ما بين جمعة سحيم وثلاث بوكدرة وما بين ثلاث بوكدرة وجماعات سبت بزولة، وأيضا ستمكننا من تزويد بعض الدواوير التابعة لثلاثاء بوكدرة. العملية في مجملها هي عملية مهيكلة، مشروع مهيكل،
تحت الرئاسة الفعلية للجنة الإقليمية التي يترأسها السيد العامل. السيد العامل شخصيا يتتبع عن كتب يعني تقدم الأشغال ورصد جميع الإكراهات التي تعود أو الحي الأولى دون التقدم في الأشغال. وطبيعة الحال باعتبار أن المشروع هيكل يلزم أن نكون أيضا متفائلين فيما يخص تسويد دواوير تابعة للجماعات التي سبق أن ذكرت الأسفل الشرق في أحسن الظروف. والهدف هو كما هو تنفيذ التعليمات المولوية السامية. جدر الإشارة أن عملية تسويد العالم قرار الماء الصالح للشرب تسهر عليه جميع المكونات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبر المديرية الإقليمية بأسافي واليوسفية وعبر المديرية الجهوية بمراكش وأيضا بواسطة مديرية الهندسة ومديرية التقنيات والهندسة ومديرية تعميم التسويد المتواجدين أيضا معنا في هذه النقطة. كما كتشوفوا بطبيعة الحال أن عملية الغسل ديال القنوات ابتدأت بشكل إيجابي وجعلنا من الماء كل شيء حي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.